يسعد صباحكم طلاب الصف الثاني درسنا اليوم في مادة التربية الإسلامية سورة الشرح الجزء الثاني بداية يا ثاني سوف نقوم بالاستماع إلى الآيات من سورة الشرح أرجو الانتباه إليها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من لَكَ صَدْرَكَ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إلى ربك فارغب، صدق الله العظيم. بعد استماعنا يا ثاني إلى هذه الآيات من سورة الشرح، سوف نقوم بتذكيركم بعدد آياتها وهي ثماني آيات، وقد قلنا يا ثاني أن سورة الشرح من السور المكية، أي أنها نزلت على سيدنا محمد في مكة المكرمة قبل أن يهاجر إلى المدينة المنورة. وفي هذه الآيات يا ثاني مجموعة من الكلم- أعاني، الكلمات سوف نقوم بتكرارها ومراجعتها معًا، أولًا نشرح لك صدرك، ما معنى نشرح لك صدرك يا ثاني؟ نشرح لك صدرك أي هديناك للإسلام، نشرح لك صدرك أي هديناك للإسلام، ورفعنا لك ذكرك، ماذا تعني ورفعنا لك ذكرك؟ تعني جعلنا مكانتك عالية بين الناس، ماذا تعني ورفعنا لك ذكرك؟ أي جعلنا مكانتك عاليه بين الناس ماذا تعني كلمه فانصب فانصب تعني اجتهد في عباده الله تعالى فانصب تعني اجتهد في عباده الله تعالى ماذا تعني كلمه فرغب فرغب تعني اجعل همك ورغبتك فيما عند الله ارغب تعني اجعل همك ورغبتك فيما عند الله الان يا ثاني سوف ننتقل الى شرح الايات من سوره الشرح بدايه سوف نقوم بشرح الايه الكريمه الاولى بسم الله الرحمن الرحيم الم نشرح لك صدرك صدق الله العظيم في هذه الايه يا ثاني يبدا الله سبحانه وتعالى بان بايه وبمنادات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويقول له يا محمد نحن اي ان الله تعالى شرحنا لك صدرك بالنبوه وبتطهيره وملئه إيمانا وحكمة، وقد هدى الله سبحانه وتعالى سيدنا محمد إلى الإسلام. أما في الآية الثانية والثالثة: بسم الله الرحمن الرحيم، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، في هذه الآية يا ثاني يذكر الله سبحانه وتعالى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه كلفه بمهمة نشر الإسلام كلنا نعرف أن الله سبحانه وتعالى أنزل على سيدنا محمد القرآن الكريم وكلفه بنشر الإسلام بين القبائل قريش فقد كانت قبائل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يعبدون الاصنام ويرفضون عباده الله سبحانه وتعالى، لذلك كانت مهمه نشر الاسلام مهمه صعبه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد حط الله سبحانه وتعالى عنه وزره بهدايته الى الاسلام. ننتقل الان الى الايه رقم اربعه. ورفعنا لك ذكرك، بسم الله الرحمن الرحيم، ورفعنا لك ذكرك، صدق الله العظيم. في هذه الآية يا ثاني إن الله سبحانه وتعالى يقول أنه أعلى مكانة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بين الناس بنلاحظ يا ثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره مرفوع دائما كيف يكون مرفوع؟ ففي الأذان قبل كل صلاة دائما نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فذلك الاداء فهذا الاذان دائما حول العالم دائما يكون مذكور فبذلك فان سيدنا محمد يذكر دائما في جميع انحاء الارض في اثناء الاذان نقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله في هذول الايتين يا ثاني الايه الخامسه والسادسه يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فان مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا بنلاحظ يا ثاني أن الله سبحانه وتعالى في هاي الآيتين هدول ذكر كلمة اليسر مرتين وذكر كلمة العسر مرتين بداية بكلمة العسر فقد قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ووضح أنه إذا ضاقت الحال على الإنسان وصار الإنسان في شدة سوف يأتيه الفرج من عند الله تعالى ومه... وأن الله سبحانه وتعالى يرسل مع كل شدة فرجا ومع كل عسر يسرا ثم يقول الله سبحانه وتعالى ونرجع نكرر مره ثانيه ثانية بان العسر ذكر مرتين اي ان الله سبحانه وتعالى عندما يشتد الوضع على المسلم او يحدث له شده فان الله سبحانه وتعالى سوف ييسر امره وبعد كل شده فرجا. اما الايه سبعه والايه الثامنه فقال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم فاذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. في هذه الآية يا يأمرنا الله سبحانه وتعالى وماذا يقول؟ أي يا محمد ويا مسلمين إذا انتهيتم من أي عمل تقومون فيه فمن من خلال الدعاء أو الصلاة أو الذكر أو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى اطلبوا الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى بعد إنجاز أعمالكم. نعيد يا ثاني يأمرنا الله تعالى بأنه نستغل أوقاتنا في عبادته سواء بالدعاء أو الذكر أو الصلاة أو قراءة القرآن ونجعل همنا ورغبتنا فيما عند الله سبحانه وتعالى ونبتغي نبتغي من خلاله الأجر والثواب. ننتقل الآن يا ثاني إلى حل الأسئلة صفحة ثمانية في عنا نشاط أتأمل مع مجموعة السورة السابقة وأذكر عدد المرات التي وردت فيها كلمة العسر واليسر. بنلاحظ من خلال الآيات فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ذكرت كلمة العسر مرتان إحنا تحتهم خط ونلاحظ إنه كلمة يسرا أيضا ذكرت مرتان بنحط بالفراغ يا مرتان ذكر كلمة العسر وذكر كلمة اليسر مرتان أيضا أنتقل إلى أختبر معلوماتي صفحة 9 السؤال الاول اضع دائره حول رمز الاجابه الصحيحه فيما ياتي الفرع الاول من هذا السؤال الايه الكريمه التي تدل على ان الله تعالى هدى الرسول صلى الله عليه وسلم الى الاسلام ما هي الايه التي تدل على ان الله سبحانه وتعالى هداه الى الاسلام الف الم نشرح لك صدرك ام با ووضعنا عنك وزرك ام الايه جيم ورفعنا لك ذكرك. الآية يا ثاني التي تدل على أن الله تعالى هدى سيدنا محمد إلى الإسلام هي ألف بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. ونتذكر يا ثاني أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يقول لسيدنا محمد: يا محمد شرحنا لك صدرك بالنبوة وبتطهيره وملئه إيمانا وحكمة. ننتقل إلى الجزء الثاني من السؤال الأول الآية الكريمة التي تدل على أن الله تعالى أعلى مكانة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي ألف ووضعنا عنك وزرك أم الآية ب الذي أنقض ظهرك أم جيم ورفعنا لك ذكرك الآية يا ثاني الكريمة التي تدل على أن الله تعالى أعلى مكانة سيدنا محمد هي جيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك أي أن الله سبحانه وتعالى أعلى ذكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومكانته حيث يذكر اسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من خلال قولنا أشهد أن لا إله إلا الله في كل أذان وهذا الأذان دائما باستمرار يرفع في جميع أنحاء الأرض بهيك يا ثاني إحنا أنهينا درسنا سورة الشرح الجزء الثاني ووضحنا معاني الآيات بتمنى يا ثاني انكم تحفظوا الآيات لانه سوف يتم تسميحها في وقت سوف نقوم بتحديده يعطيكم الف عافية